مرحبا بكم في فيديو جديد دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول كيف ما وعدتكم بعد ما دات الكور ديال لي لوا قلت قبل ما ندير لي زيكزرسيس خاصني ضروري نعلمكم كديرو تقراو الاحتمالات او لي بروبابيلتي في هذا الطابلو ديال لي لوا نورمال كي دو ستودنت او فيشن حيت هي واحد البارتي مهمه ومهمه بزاف باش تعرف تجاوب على لي زوت شابيتغ و لي زوت اكزرسيس حيت فريمون في ليكزاما كيتعطى مسطان يعني لا دي بروف يعني كيسطروه بالعاني يعني باش يعرفوك واش كتعرف تقرا في الطابلو ديال ليلوا ولا ما كتعرفش وكاينين لي بروف اللي كيعطيوه واجد يعني كيعطيونا بروبابيليتي واجده كيعطيوها لك دوني فهاديك راه سهلو معاك مي كاين لي بروف لي كيسطاوه لك فحنايا في هذه الحصه ان شاء الله نتعلموا كي نقراو في الطابلو ديال لي لوا واليوم غنبدا لكم كي نعرفو نقراو في الطابلو ديال لا لوا نورمال لي بروبابيلتي او الاحتمالات فهنا البروبابيلتي او الطابلو ديال لي بروفا دونك نقراو لكم هنا باش تشوفوا اذا ها هو اذا كنتمنى يبان لكم اذا هنايا عندي اول حاجه التمثيل هذا اللي ديجا انا كنت عطيتو لكم قلت لكم بان التمثيل هنايا كتكون عندي واحد لا يعني هنا كتكون عندي مو لانفيني يعني من مو لانفيني زيرو الاعداد السالبه من زيرو البليس انفيني كتكون عندي الاعداد الموجبه اذا لا مويا مي لا ديال اكس كتساوي لا مويا مي كتكون هي صفر سافو دير هنا عندي الوسط صفر اذا في النص عندي هنا alpha sur 2, le risque alpha sur 2, est 50% la probabilité de d'aller x supérieur ou égal à la moyenne mu, ou un la probabilité d'aller x inférieur ou égal à la 50%. C'est donc un la moyenne mu moins sigma, et là on la moyenne plus sigma, et là on la moyenne moins 2 sigma, et là la moyenne -plus, plus 2 sigma, les déjà tels les probabilités d'y aller. C'est ça. دونك الطابلو دابا انا ما كاينش هذا غير ديجا انا درت لكم في الكور دونك ما كيهمش اذا هنايا اللي كيهم هو هو كدير تقرا الاحتمالات في هذا الطابلو اذا الطابلو كيكون على هذا الشكل دائما كيكون فيه لي لين ولي كولون دونك هادو هما لي لين لاحظ هادو هما لي لين وهادو هما لي كولون هادو هما لي كولون اذا في لي لين كيكون عندي هنا الاعداد او اذا كيكون عندي هنا او اذا لي لين كيكون عندي هنا 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ou y'a ratatel et 2,9, ou il kumala ya 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, jusqu'à 4,5. Hadou les lignes. Les colonnes, qui koun ya, a 0,00, 0,01 jusqu'à 0,09. C'est ça donc, elle est bride. Maintenant, la probabilité d'elle est inférieure. Elle est en train de faire la, la loi normale. 4K a la probabilité d'elle est inférieure à A. Et dans la probabilité d'elle est, elle est en train de faire la loi normale U, centrée et réduite. Elle est en train de faire la centrée et réduite.

صفة فاصلة واحد وعشرين إذا إش كتعني صفة فاصلة واحد وعشرين هي صفة فاصلة جوج زائد صفة فاصلة صفر واحد إذا صفة فاصلة جوج زائد صفة فاصلة صفر واحد بالإسقاط كتعطي صفة فاصلة تمنية وخمسين اثنين وثلاثين. يعني هذه الطريقة باش كتقرا لي بروبابيليتي مثلا بغيت أنا بروبابيليتي ديال إي كبر من جوج ونص إذا لاحظ أن أنا في لا نورمال قلت كنلقاها بأصغر وأنا ديجا في العلاقات قلت لكم بأن بي ديال إي كبر من أ أه هي واحد ناقص بي ديال من أ أه هي واحد ناقص بي ديال من جوج إذا جوج كا كنبغي نفرقها ها هي جوج أنا ديجا عندي هنا أنصح جوج ها هي لاحظتيها كنتمنى تبان ها هي إذا هي زائد صفر إذا ها جو زائد صفر ها هي هي صفر اذا جوج مع صفر كتعطي 0.99 38 هذه هي لا بروبابيلتي يعني خاصني ندير واحد ناقص داك البروبابيلتي ديال اي جوج باش تعطيني بي ديال اي من جوج ونص البروبا كتقرا مثلا بغا البروبابيلتي ديال 3 اذا هذه نيشان كاع واجده ان يقول لك البروبابيلتي ديال 3 اذا هي هذه

يعني يعني غير كدير غير اس مثلا بغيت بي ديال اي سوبيريور ا كوا سوبيريور ا أه واحد فاصله خمسه وتسعين اذا شنو هي بي ديال اي صغار من واحد خمسه وتسعين اذا واحد فاصله خمسه وتسعين انا كنقسمها ديما هي واحد فاصله تسعود ها هي ها هي واحد فاصلة زائد صفة فاصلة صفة خمسة إذا واحد فاصلة تسعود زائد صفة فاصلة صفة خمسة هي واحد فاصلة خمسة وتسعين إذا ها واحد تسعود كنسقطها مع صفة صفر خمسة ها هي صفر فاصلة صفر خمسة شتيها مع واحد فاصلة تسعود ها هي كتعطي صفر سبعة وتسعين ربعة وربعين هادي هي لابخوبيليتي وكون كانت بي ديال إي كبا كدير ليا واحد ناقص بي ديال إي صغير يعني واحد ناقص هاد لابخوبيليتي سي سيسا، هادو دابا إلا كانو لابخوبا إلا ما كانوش كاين جوج طوق إلا ما كانوش شنو كدير كدير لانتربولاسيون لينيير فمثلا هنا يعطيتكم هادي كيقول عطيني لابخوبيليتي ديال إي أنفيريو أ كات اذا انا شنو كنديرو في هاد الحالة كنقول بان ربعة فاصلة ربعة كنقلب عليها ما كيناش ها هي ما كيناش الا قلبت عليها انا حياط ما غتلقاهاش ها ما غتلقاهاش كاع هنا لا لينين ولا والو ما اذا ما غتلقاهاش اذا شنو نقول نقول بان هاد ربعة فاصلة ربعة راه نو فيكور با سوغ لا طابل دلا لوا نورمال دونك كندير لانتربولاسيون لينيير شكندير كنقول هاد ربعة فاصلة ربعة كتقول لمجهول اكس اللي هو خاص يلقاه اذا 4.4 كنشوفها في الطابلو محصوره ما بين شنو وشنو اذا 4.4 كتكون صغر من ياش صغر من 4 ونص ها هي اذا ها هي كنديرها لتحت اذا 4 ونص راه كبير على 4.4 و 4.4 كبير من من اذا في الطابلو كبر من 4 اذا لاحظ هي محصوره ما بين 4 ونص 4 و 4 ونص شتي 4 يعني 4.4 محصوره ما بين 4 و 4 ونص هي اللي كنكتبها هي محصوره ما بين 4 .5 .5. أربعة ونص إذا كانت أربعة فاصلة كتقول إكس أربعة ونص لاش كتقول البروبابيليتي ها هي صفر تسعة تسعة ها هي أربعة كتقول. ها هي عندي هي صفر تسعة 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 إذا شنو كندير هنا كنقبط هاد أربعة فاصلة أربعة كنقسم هادي الفوقانية على 4.5 ونص التحتانية كنقسم لها الفوقانية كتساوي كل وحدة المقابل ديالها أربعة فاصلة المقابل ناقص

4 ونص المقابل ديالها 09997 ناقص 4 المقابل ديالها 0999968 اذا هنا كندير كاين معادله هذه الا حسبتها بالكالكيولتر تعطيني شيف هذه التحتانيه المقامين حسبتها يعطيني شيف اذا كتقبط هذا لو شيف وضربو في هذا لو شيف وكدير هذا لو شيف في هذا لو شيف زائد هذا لو شيف كيعطيك اكس كاين المعادله وداك اكس هي البروبابيلتي ديال دي يو انفيغور 4.4 أربعة أربعة. الا بغيتي بي ديال اكبر من 4.4 أربعة أربعة هي 1 ناقص بي ديال اصغر من 4.4 أربعة أربعة. اذا بي ديال اصغر من 4 فاصله 4 انا لقيتها بلانتربولاسون لينييه كدير واحد ناقص هذاك الشيء اللي لقيتيه في اكس وكتعطيك بي ديال اي كبر من 4.4 وكنكون لقيت يعني البروبابيليتي دونك هذه هي الطريقه باش كنقرا لي بروبابيليتي في لا لوا نورمال فاذا عجبكم الفيديو ديروا جيم كومنتار وبارطاجيو والحصه الجايه غادي نوريكم كديروا تقراو البروبابيليتي في الطابلو ديال لا لوا دو كي دو